أحبائي الصغار، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بصحة جيدة. اليوم إن شاء الله سنقوم بتصحيح التمارين التي طلبت منكم إنجازها في كتاب الرياضيات صفحة 111. نبدأ بتصحيح التمرين الخامس. أرسم مستطيلات مشابهة للنموذج. سنقوم برسم مستطيلات أخرى مشابهة لهذا المستطيل. إذن المستطيل لديه أربعة رؤوس وأربعة أضلاع، وكل ضلعان فيه متقابلان متقايسان. لاحظوا معي هذا المستطيل، لدينا ضلعان مرسومان. سنقوم برسم الضلع الثالث والرابع باستعمال المسطرة. إذن سنربط هذا الرأس مع هذا الرأس ونحصل على الضلع الثالث. كذلك نربط هذا الرأس مع هذا الرأس ونحصل على الضلع الرابع. هذا المستطيل الأول، نمر إلى رسم المستطيل الثاني بنفس الطريقة. سنصل هذا الرأس مع هذا الرأس ونحصل على الضلع الثالث. بعدها نصل بين هذين الرأسين ونحصل على الضلع الرابع. ننتقل إلى رسم المستطيل الثالث. لدينا ثلاثة رؤوس، يجب أن نحدد الرأس الرابع وذلك بحساب عدد التربيعات. لنحسب عدد التربيعات الموجودة في هذا الضلع، 1، 2، 3، 4. إذن الضلع المقابل له سيكون عدد التربيعات فيه 4، 1، 2، 3، 4. إذن الرأس سيكون هنا. والآن سنقوم بالربط بين الرؤوس باستعمال المسطرة. رسمنا الضلع الثالث، ننتقل إلى رسم الضلع الرابع. بعدها ستقومون بتلوين هذه المستطيلات باللون الأصفر كما هو في النموذج. ننتقل إلى التمرين السادس. أرسم مربعات مشابهة للنموذج. سنقوم برسم مربعات أخرى مشابهة لهذا المربع. إذن المربع لديه أربعة رؤوس وأربعة أضلاع، وأضلاعه كلها متقايسة أي لها نفس القياس. أولا سنمرر على هذه النقط بواسطة المسطرة لكي نحصل على المربع. لاحظوا معي في هذا المربع لدينا ضلعان مرسومان. سنقوم برسم الضلع الثالث بواسطة المسطرة بالربط بين النقطتين. بعدها ننتقل إلى رسم الضلع الرابع. نمر إلى رسم المربع الثاني بنفس الطريقة. سنصل هذا الرأس مع هذا الرأس ونحصل على الضلع الثالث. بعدها نصل بين هذين الرأسين ونحصل على الضلع الرابع. لاحظوا معي هنا لدينا أربعة رؤوس، 1، 2، 3، 4.
سنقوم بربط هذه الرؤوس مع بعضها البعض لكي نحصل على المربع. نقوم بربط هذا الرأس مع هذا الرأس ونحصل على الضلع الأول. رسمنا الضلع الأول، والآن سنربط بين النقطتين لكي نحصل على الضلع الثاني. بعدها ننتقل إلى رسم الضلع الثالث. وأخيرا سنرسم الضلع الرابع. بقي لنا أن نرسم المربع الأخير. لاحظوا هنا لدينا رأس واحد. سنقوم برسم ثلاثة رؤوس، وذلك بحساب عدد التربيعات الموجودة في هذا المربع. كما نعلم أن المربع أضلاعه كلها متقايسة، لنحسب عدد التربيعات في هذا الضلع. واحد، اثنان. نبدأ من هذا الرأس. واحد، اثنان. إذن الرأس الثاني سيكون هنا. بعدها ننتقل إلى رسم الرأس الثالث. واحد، اثنان. إذن الرأس الثالث سيكون هنا. والرأس الرابع، واحد، اثنان. الرأس الرابع سيكون هنا. بعدما قمنا برسم الرؤوس، ننتقل إلى رسم الأضلاع. رسمنا الضلع الأول، والآن نرسم الضلع الثاني. ننتقل إلى رسم الضلع الثالث. وأخيرا نرسم الضلع الرابع ونحصل على المربع. بعدها ستقومون بتلوين هذه المربعات باللون البرتقالي كما هو في النموذج. نمر إلى تصحيح التمرين السابع. أصل بين الأعداد التي لها نفس اللون تصاعديا وأكتب اسم الشكل المحصل عليه. نبدأ باللون الأخضر. سنصل بين هذه الأعداد تصاعديا، أي من الأصغر إلى الأكبر. نبدأ بواحد، يليه اثنان. سنصل واحد إلى العدد اثنان. واثنان سنصلها إلى العدد ثلاثة. إذن الشكل المحصل عليه هو مثلث. نكتب هنا مثلث. نمر إلى اللون الأحمر. واحد يليه العدد اثنان. اثنان سنصلها إلى العدد ثلاثة. وثلاثة سنصلها إلى العدد أربعة. إذن الشكل المحصل عليه هو المستطيل. لأن لديه ضلعان كبيران وضلعان صغيران. نمر إلى اللون البنفسجي. واحد يليه اثنان. اثنان بعدها ثلاثة.
سنصل 2 إلى العدد 3، و3 سنصلها إلى العدد 4. إذن الشكل المحصل عليه هو المربع. لأن أضلاعه كلها متقايسة. وبهذا نكون قد أنهينا من تصحيح هذه الأنشطة. وفقكم الله ورعاكم أحبائي، والسلام عليكم.